تصريحات كانت غاضبة وفيها ضغوط كثيرة جدا على مارسيل كولر بعد هذه المباراة. اسمعوا التصريحات وبعد كده هنيجي نعلق تعليق مهم جدا، خليكم معنا. في الأول بس ملحوظة عايز أقولها أو سؤال بطرحه، هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو فعلا بيقعد مع الحكام يتناقش معهم الحالات؟ يعني هل في عملية للمناقشة بينهم أو تطوير أو تحسين؟ أصل الحاجات كلها بقت بتتكرر هي هي، في حاجات قواعد في الكورة واضحة في كل حتة في العالم، معرفش أنا بتفضل هي هي طول الماتش ما بتتنفذش ليه؟ لما لعيب يشوط الكورة وبعيد عن اللعب او كده او يضيع بيها وقت او كده وما ياخدش انذار، انا ما اعرفش ده طبيعي؟ اكيد المفروض الكور دي يتم النقاش فيها. في لاعب النهارده كان المفروض ان هو ياخد كارت احمر، ما فيش. طب ما فيش حد بيتناقش في الحاجات دي، ولا الحاجات دي بتعدي كده، ولا هو بيقعد معاهم؟ لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنه اللي فاتت، يعني في اول الموسم كان ماشي كويس وبعدين حصل تغيير وبعدين بدات الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجه، كان في تحسن طفيف السنه اللي فاتت وسط الموسم كده، لكن في الاخر برضو بدات كده العمليه ما تبقاش احسن حاجه، والسنه دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبه جدا ومتكرره، عمليات تضييع الوقت بقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهكذا. بس ده نقطه كده في الاول كنت حابب بس سؤال بطرحه كده للنقاش. يعني الشوط الاولاني ما كناش محددين قوي او ما كناش عندنا القوه الكافيه في الشوط الاولاني، خلقنا فرص لكن ما حصلناش اهداف، لكن كان مفروض ندي اكتر من كده. الشوط الثاني الماتش قلب ان هو بقى بنلعب في اتجاه واحد بس، يعني الماتش كله كمان هنكون بنلعب على جون مشترك، نلعب على جون واحد طول الماتش. بيبقى في صعوبه لما فرقه تلعب بتسعه جوه ال 18، فبتبقى الثغرات قليله، المساحات بتبقى قليله، بتحاول تلاقي حلول. للاسف احنا ما لقيناش حلول وضعنا كام فرصه لكن ما لقيناش حلول كافيه ان احنا نكسب، وللاسف الماتش طلع بالنتيجه دي. انا اتكلمت في الموضوع ده بالظبط في بين الشوطين مع اللعيبه وبعترف النهارده الامور كانت سيئه جدا في ضربات السبت. في نقطه ممكن واحد برضو يفكر فيها، ان احنا بنلعب كل تقريبا كل يومين ماتش، لما بيبقى عندك يومين بيبقى فيه لعيبه مجموعه الكبيره بتاخد استشفاء، مجموعه صغيره بتتمرن معاها، بتتمرنوا تمرينتين بس وبعدين تنزل تلعب ماتش تاني، فما بيبقاش فيه الوحدات الكافيه للتدريب على الضربات الثابته. لكن بالتاكيد مع حضرتك حق، كنا سيئين جدا النهارده في الضربات الثابته والمفروض ان احنا نعملها احسن من كده كتير. مفتقدين بعض اللعيبه بشكل اجباري مش بمزاجنا، في لعيبه اصابات وخلافه، في لعيبه لسه راجعه من اصابات زي مثلا علي كان مصاب قعد 4 ماتشات ما بيلعبش عشان يخش في رتم الماتشات بياخد وقت، عندنا اصابات ثانيه من الماتش اللي فات، ف يعني التشكيل يعتبر الى حد ما او قائمه اضطراريه في الوضع اللي احنا فيه. مع التكتل الرهيب ده بيبقى كله اجسام قدامك اسمنتيه، هيبقى مفيش مساحه للشوط، اللاعب عشان يشوط لازم بيستلم الكوره مثلا بيسند بيعمل دريبل وبعدين يشوط، المساحه دي ما اتخلقتش عشان خاطر كوره تشوط من بره 18 غير مرتين فعلا احنا اتاخرنا فيه مرتين او ثلاثه، لكن في المجمل مع الكثافه دي الشوط مش هيجيب اي نتيجه.